لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن سائر المسلمين. اللهم وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واقض حوائجنا وحوائجهم، ووفقنا ووفقهم لما تحبه وترضاه، وفقهنا في أمور ديننا ودنيانا. اللهم أعنا على ما أقمتنا فيه، وردنا بما أقمتنا فيه، ووفقنا فيما أقمتنا فيه، وبارك لنا فيما أقمتنا فيه. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري مع شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين أمين في فقه السادة الشافعية. ونحن اليوم في فصل في الأوقات التي تكره الصلاة فيها تحريما. هو قايل لك كده في الهامش، فصل في الأوقات التي تكره الصلاة فيها تحريما. هل تحريما ولا تنزيها؟ هنشوف في الشرح، لأن في رأي أنها تنزيه، كراهة التنزيه وليست كراهة التحريم، كما في الروضة وشرح المهذب. هنا الاثنين للإمام النووي، الروضة وشرح المهذب الاثنين للإمام النووي، كتاب روضة الطالبين وشرح المهذب اللي هو يسموه المجموعة، قايل إن الكراهة إيه للتحريم، وتنزيها كما في التحقيق وشرح المهذب في نواقض الوضوء، في كتاب تاني اسمه التحقيق للإمام النووي برضه قايل إن الكراهة كراهة التنزيه وليست كراهة التحريم. هم خمسة أوقات، أوقات الكراهة هم طبعا بالتفصيل أكتر من كده، لكن على أي حال في الحشية هيقولهم لك. وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب، إما متقدم يعني سبب متقدم كالفائتة، أو مقارن كصلاة الكسوف والاستسقاء. فالأول من الخمسة، أول وقت تكره فيه الصلاة من الخمسة، الصلاة التي لا سبب لها إذا فعلت بعد صلاة الصبح، وتستمر الكراهة حتى تطلع الشمس، يبقى بعد صلاة الصبح ما فيش نفل مطلق حتى إيه تطلع الشمس. والثاني الصلاة عند طلوعها، يعني وقت لحظة الشروق نفسه، ده تاني وقت، إذا طلعت حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، يعني ترتفع قدر رمح كده يعني حاجة بتاع من 13 دقيقة ل 20 دقيقة تقريبا بعد الشروق، يعني يستمر من بعد صلاة الصبح وقتين للكراهة إلى الشروق، ووقت الشروق نفسه حتى ترتفع الشمس كويس، إلى تشوف الشروق الساعة كام وحط عليه 13 دقيقة أو 20 دقيقة، يبقى كده زال وقت الكراهة، تقوم بقى تصلي ما شئت. يبقى الثاني الصلاة عند طلوعها، يعني عند شروق الشمس، إذا طلعت حتى تتكامل وترتفع قدر رمح في رأي العين. والثالث، الوقت الثالث، الصلاة إذا استوت حتى تزول، إذا استوت يعني كانت في كبد السماء كده بالظبط، يعني لو كانت منقلة، عارف المنقلة طبعا في حصة الهندسة، في الزاوية 90 دي اسمها الاستواء، يبقى لما تيجي تستوي حتى تزول يعني تميل للغرب اللي هو وقت الظهر، في لحظة الاستواء إلى وقت الظهر دي هي لحظة لطيفة، يعني دي تعتبر وقت كراهة أيضا. والثالث الصلاة إذا استوت حتى تزول عن وسط السماء، ويستثنى من ذلك اللي هو وقت الاستواء ده يوم الجمعة، فلا تكره الصلاة فيه وقت الاستواء، عشان الناس بتخش لشرف الوقت، بتخش ايه تستعد لصلاة الجمعة، فبيخشوا المساجد، لهم ان يتطوعوا ما شاءوا حتى يطلع الامام ايه او الخطيب الى المنبر، فيبقى مستثنى. ويستثنى من ذلك يوم الجمعة، فلا تكره الصلاة فيه وقت الاستواء. وكذا حرم مكة المسجد وغيره، وغيره يعني غير المسجد، يعني الحرم مكة كله، فلا تكره الصلاة فيه في الأوقات كلها بقى،
مش في الاستواء بس، في الاوقات كلها. عشان كده كان الاول كان ياخرها، لانه ضاف على يوم الجمعه، والجمعه الكراهه موجوده في الاوقات الاخرى على الاستواء بس، انما في حرم مكه كل الاوقات صلي زي وقت ما تحب، مطلق نافله مطلق نافله في وقت ما تحب. كويس. يبقى اللي بيعملوه في الناس هناك في حرم مكه وتيجي تصلي يقول لك ما تصليش دلوقتي بعد الصبح، غلطني ليه؟ لان في مذاهب تجيز، وانت لا تامر ولا تنهى الا فيما اتفق عليه، مش كده برضو؟ مش كده لما باجي اصلي هناك وحد يقول لي، اقول له انا سافر، يبعد عني، واخد بالك، ويسكت. بقول له انت حنبلي، انا شافعي، وشافعي شيخ الامام احمد بن حنبل، يروح ساكت على طول يسيب. لكن هم ايه؟ بيشتغلوا على العوام، فانت ما تخليهمش ايه يمنعوك من الصلاه. انت بتبقى رايح عايز تقعد يومين تكثر من التطوع والصلاه وبتاع، يقعدك يقعدك يكبس عليك النوم، تروح مروح على الفندق تنام. طب ليه؟ سيبوا الناس. يبقى هنا لشرف المكان، يبقى الجمعة يستثنى لشرف الزمان، وفي حرم مكة لشرف المكان، وكذا حرم مكة المسجد وغيره، يعني في مطلق مكة كلها، حرم مكة كلها. فلا تكره الصلاة فيه في هذه الأوقات كلها، كلها بقى مش الاستواء بس، سواء صلى سنة الطواف أو غيرها، سواء صلى سنة الطواف أو غيرها، كل ده يعمله. والرابع من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، رابع الأوقات يبقى من بعد ما يصلي العصر يدخل وقت الكراهة حتى تغرب الشمس، ولحظة الغروب برضه زي ما قلنا بعد الصبح حتى تشرق، ولحظة الشروق يبقى عندنا بعد العصر حتى تغرب ولحظة الغروب، يبقى دي أربع أوقات، وتحط الزوال يبقى دي الخمس أوقات. سهلين؟ والرابع من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والخامس عند الغروب للشمس، فإذا دنت للغروب حتى يتكامل غروبها يبقى دخل وقت المغرب. ده كلام ايه؟ ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب. نقرأ بقى كلام الشيخ البيجوري في الحاشية، يقول ايه؟ فصل في الأوقات التي تكره الصلاة فيها، أي هذا فصل في بيان الأوقات التي تكره الصلاة فيها ولا تنعقد، خد بالك، يعني حتى لو تلبس بها لا تنعقد، يعني مش قول ما يجراش حاجة ما مكروه الصلاة لكن تنعقد، لا، ده تبقى باطلة الصلاة، باطلة حتى لو نوى لا تنعقد ويأثم. كويس. يبقى أي هذا فصل في بيان الأوقات التي تكره الصلاة فيها ولا تنعقد، وإن قلنا الكراهة للتنزيه، حتى لو قلنا الكراهة للتنزيه برضو لا تنعقد. كويس. لأن النهي، شوف ليه بقى لو قلنا الكراهة للتنزيه لا تنعقد برضو، لأن النهي إذا رجع لذات العبادة أو لازمها اقتضى الفساد، سواء كان للتحريم أو للتنزيه، لازم العبادة إيه؟ إن العبادة محتاجة وقت تقع فيه، مش كده؟ أما أقول لك صلي الظهر أو صلي أي حاجة، الصلاة ده فعل، الفعل يحتاج لزمن تعمله في زمن، مش كده برضه؟ يبقى لازم الفعل الزمن، فلا يبقى النهي داخل لذات العبادة أو لازم العبادة، لأن هل هي الصلاة هي اللي مكروهة ولا الوقت نفسه هو المكروه؟ فهمت؟ فإذا كان الوقت نفسه مكروه يبقى الكراهة في لازم الشيء، فهمت؟ ولو قلنا إن الصلاة نفسها هي المكروهة يبقى في الفعل ذاته. فإذا قلنا إن الصلاة سواء كان الكراهة متعلقة بالصلاة في ذات الوقت، يعني الفعل في ذات الوقت، أو أن الكراهة متعلقة بالوقت إذا وقع فيه الفعل، فهمت إزاي؟ فيتعلقت إما بالعبادة أو لازم العبادة. فهمت بقى المسألة؟ يبقى طالما النهي متعلق بالعبادة أو لازم العبادة، يبقى إذا وقعت العبادة في هذا الوقت يبقى تبطل، حتى ولو كانت الكراهة للتنزيه. واضح؟ فهمت العلة؟ طيب. سواء كان للتحريم أو للتنزيه، ويأثم فاعله، سواء حتى لو كانت الكراهة للتنزيه. لأن العادة أن الكراهة للتنزيه، الكراهة للتنزيه لا يأثم، لكن هنا يأثم فاعلها، لأنه يأثم فاعلها ليه حتى لو قلنا كراهة للتنزيه؟ لأنه تلبس بعبادة فاسدة، والتلبس بالعبادة الفاسدة حرام. فهمت؟ لما نقول أن الصلاة هتبقى باطلة، وهو يعرف أنها باطلة، يبقى تلبس بعبادة فاسدة، فإذا تلبس بعبادة فاسدة يبقى إيه؟ يبقى عمل حرام، واللي يعمل حرام يأثم. فهمت بقى؟
ويأثم فاعلها ولو قلنا بأن الكراهة للتنزيه. حتى لو قلنا الكراهة للتنزيه يأثم فاعلها. ليه؟ للتلبس بعبادة فاسدة. أدي العلة هي. واضح كلام الشيخ؟ كلام الشيخ واضح خالص. ويأثم أيضا من حيث إيقاعها في وقت الكراهة على القول بأن الكراهة للتحريم بخلافه على القول بأنها للتنزيه، فهذا هو المترتب على الخلاف. يعني لما نقول الكراهة للتحريم يبقى عمل خلافين، عمل عبادة فاسدة وصلى في وقت كراهة، فهمت؟ ولو قلنا ان الكراهة للتنزيه يبقى ايه؟ تلبس بعبادة فاسدة بس، والاثنين يأثم، بس للتحريم عمل مخالفتين وللتنزيه عمل مخالفة واحدة. فهمت بقى المسألة؟ والاثنين لا تنعقد. واضح؟ فهذا هو المترتب على الخلاف. يبقى المترتب على الخلاف انها للتنزيه يبقى خالف مخالفة واحدة بالتلبس بعبادة فاسدة، ولو قلنا الكراهة للتحريم يبقى خالف مخالفتين، التلبس لعبادة فاسدة وايه والصلاة في وقت مكروه اصلا. فهمت؟ يبقى الاثنين. ولو احرم قبل دخول وقت الكراهة بالصلاة. يجيب لك بقى امثلة. طب احنا عرفنا ان الاوقات دي مكروه الصلاة فيها. طب افرض ان انا دخلت في صلاة نافلة مطلقا قبل وقت الكراهة واستمريت فيها ودخل وقت الكراهة، يبقى هنا وقعت في الحرام ولا ما عملتش وقعتش؟ ادي السؤال هنا. فبيقول لك ايه؟ ولو احرم قبل دخول وقت الكراهة بالصلاة فدخل وهو فيها، فدخل يعني وقت الكراهة، فدخل يعني وقت الكراهة وهو فيها والمصلي داخل الصلاة، يعني ما انشأهاش في وقت الكراهة، ده انشأها في وقت ايه؟ لا كراهة فيه، وبعدين استمر حتى وقت الكراهة، فهم؟ وهو فيها. فإن كان عين قدرا استوفاه، لو كان ناوي يصلي 4 ركعات يكمله، ركعتين يكمله. كويس؟ إن كان عين قدرا استوفاه. وإلا وساعات واحد يصلي مطلق تطوع ما يعينش قدر. ونويت صلاة لله، نويت الصلاة لله، ويحددش عدد، يجوز هذا. ويفضل يصلي لحد ما يلاقي نفسه تعب، يروح قاري تشهد ويسلم. فإذا لم يحدد قدرا، إذا كان حدد قدرا في الصورة دي هيكمله خلاص، لأنه تلبس بالصلاة قبل إيه؟ دخول وقت الكراهة. وإلا لم يعين قدرا فله أن يصلي ما شاء على المعتمد. على المعتمد يبقى في خلاف. طالما يقول لك على المعتمد يعني الفئة وعليه، دليل إن في قول آخر في المذهب. خلافا لقول القليوبي بأنه يقتصر على ركعتين اللي هو أقل صلاة ممكن، طالما ما حددش الإمام القليوبي. ورأي وجيه برضه، رأي وجيه الإمام القليوبي له حاشية على شرح المنهاج للجلال المحلي، الجلال المحلي شارح منهاج الطالبين للإمام النووي. كويس؟ وبعدين جاء الإمام قليوبي عمل حاشية عليه، وجاء عميرة عمل حاشية كمان عليه، حاشية. فالإمام القليوبي قايل إنه له أن يقتصر على ركعتين في هذه الحالة طالما لم يحدد عدد من الركعات. والمعتمد في الفتوى إنه حتى لو ما حددش عدد من الركعات طالما تلبس بالصلاة قبل وقت الكراهة له أن يصلي ما شاء. خدت بالك؟ تحريما، يعني الأوقات التي تكره الصلاة فيها إيه؟ تحريما أي كراهة التحريم، وقوله وتنزيها أي وكراهة التنزيه، فهما منصوبان على المفعولية المطلقة. يعني هو حقها تكره كراهة تحريمية، يبقى كراهة دي مفعول مطلق، مش كده برضه؟ فممكن اروح انا ايه حاذف المفعول المطلق وجايب صفته تحل محله، يبقى برضه مفعول مطلق. بدل ما اقول تكره كراهة تحريمية اقول تكره تحريما، ويبقى تحريما ده حل محل المفعول المطلق، فيبقى بحذفه ونابت الصفة عنه، مش كده برضه؟ فيبقى برضه مفعول مطلق، يفضل مفعول مطلق برضه. يبقى تحريما وتنزيها الاثنين منصوبين على المفعولية المطلقة. على تقدير مضاف، والفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه أن الأولى تقتضي الإثم والثانية لا تقتديه. كراهة التحريم تقتضي الإثم والثانية لا تقتديه، وإنما أثم هنا على القول بأن الكراهة للتنزيه مش عشان
الوقت ده عشان التلبس بعبادة فاسدة، فهمت؟ عشان التلبس. وإنما أثم هنا حتى على القول بأن الكراهة للتنزيل التلبس بالعبادة الفاسدة، والفرق بين كراهته بين كراهة التحريم والحرام. إيه الفرق بين كراهة التحريم والحرام؟ كراهة التحريم يأثم إذا فعلها، والحرام يأثم إذا فعله. طب إيه الفرق بينهم؟ هيقول لك. والفرق بين كراهة التحريم والحرام مع أن كلا يقتضي الإثم، أن كراهة التحريم ما ثبتت بدليل يحتمل التأويل. يبقى كراهة التحريم اللي هي ثبت بدليل محتمل ان انا اؤوله الى التنزيه او عدمه، فهمت؟ طالما قابل للمناقشة يبقى ممكن ايه اسميها كراهة التحريم، يعني التحريم فيها مش واضح 100%. ها؟ يحتمل. لا، ما خد بالك ان في حاجات دليل برضو يبقى ظن الدلاوي بحرام، لكن احنا بنتكلم انه يحتمل، لان نفس اللي ثبت حرمته بحديث فالحديث الاحاد ظني الدلال ويحرم، مش كده برضو؟ يبقى مش مسألة ظن الدلال، ده حاجة قبل للتأويل، يعني راجع لعلة، راجع لعلة. فاذا انتفت العلة يظل التحريم التنهي ولا لا يظل النهي؟ فهمتني؟ فاذا انتفت العلة وظل النهي يبقى للتحريم، واذا انتفت العلة وزال النهي يبقى للتنزيه. طب هنا هل لو زالت العلة ينتفي النهي ولا ما ينتفيش؟ ده العلة مطابقة فما عرفش انفيها، فهمت؟ وعلشان كده في بعض العلماء يقول لك ما يجراش حاجة، لان في بعض الصلوات ممكن تصلى وتقع، وفي صلوات اخرى لا تقع، فيبقى الحكاية قبل للمناقشة. زي صلاة الجنازة لو صلاها في الاوقات دي هنقرا في التفاصيل. على اي حال، كل ما ثبت بدليل يحتمل التأويل ويبقى فيه نهي، يبقى في الحالة دي نقول عليه الكراهة للتحريم أو للتنزيه قبل للمناقشة بقى. طيب، والحرام ما ثبت بدليل قطعي، قطعي لا يحتمل التأويل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. قوله كما في الروضة وشرح المهذب، كما في الروضة وشرح المهذب، يعني قال كراهة التحريم في الروضة وشرح المهذب كتابين كلاهما للنووي. وقوله هنا أي في باب الأوقات التي تكره الصلاة فيه. قول وتنزيها أي وكره التنزيه كما مر، وهذا ضعيف، والمعتمد الأول أن هي كره التحريم مش تنزيه، واضح؟ كما في التحقيق، يبقى في التحقيق قال أنها للتنزيه لكن المعتمد أنها للتحريم. كما في التحقيق هو للنووي أيضا، كتاب برضو للإمام النووي. وقوله وشرح المهذب في نواقض الوضوء، يعني ذكر الحكاية الكراهة دي في نواقض، في باب نواقض الوضوء، أي في الكلام على نواقض الوضوء، فيكون قد ذكر هذه المسألة هناك استطرادا، لأن ده مش مكانها يعني. قوله وخمسة أوقات إلى آخره، يعني لا يصلى فيها، هو أولى من عد غيره لها ثلاثة، بجعل ما بعد الصبح إلى الارتفاع وقتا واحدا، وما بعد العصر إلى الغروب كذلك، لأن من لم يصلي الصبح حتى طلعت الشمس أو لم يصلي العصر حتى غربت الشمس تكره له الصلاة، وهذا لا يستفاد من عدها ثلاثة. وزاد بعضهم وقتين آخرين، وهما بعد طلوع الفجر إلى صلاته وبعد المغرب إلى صلاته. والمشهور في المذهب أن الكراهة فيهما للتنزيه مع الانعقاد، والمشهور في المذهب أن الكراهة فيهما اللي هي بعد، اللي هي الكراهة ايه؟ بعد، اللي هي بعد غروب، بعد طلوع الفجر الى صلاته يكره ان هو يصلي صلاة الا سنة الصبح بس، وبعدين يصلي الصبح بس، دي كراهة تنزيهية، يعني لو صلى حاجة تقع تنعقد، مش كراهة تحريمية، فهمت ازاي؟ لا، دي كراهة تنزيهية. وبرضه بعد غروب الشمس حتى يصلي المغرب، دي مكروهه برضه، انه ينشغل ليضيق وقت المغرب، فما يقعدش بقى يعمل تطوع ويصلي تطوع والمغرب دخل وقتها ويسيب وقت صلاه المغرب، يكره برضه، بس كراهه تنزيهيه، تنعقد لكنها كراهه تنزيهيه. عشان كده في مذاهب حتى ياذن المغرب يقيم على طول، مش كده؟ ما يصليش حتى سنه قبليه، اللي هي الثلاث مذاهب ما عدا الشافعيه وقول عند الحنابله. يبقى وأن الكراهة فيهما للتنزيه مع الانعقاد، اللي هم إيه؟
بعد طلوع الفجر إلى صلاته، وبعد غروب الشمس إلى صلاة المغرب، وكذلك وقت إقامة الصلاة. لو أقام الصلاة ما تنشغلش بقى بصلاة وتسيب الصلاة المفروضة، مش كده برضو؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة، يبقى ده وقت كراهة برضو، لكن كراهة إيه؟ تنزيهية، وتنعقد الصلاة، تنعقد برضو. يعني لو صلى تحية المسجد أو السنة القبلية وهم بيقيموا الصلاة انعقدت، لكن عمل كراهة لأنه كان الأولى ينشغل بالفريضة، واضح؟ لكن تنعقد الصلاة، واضح؟ وكذلك وقت إقامة الصلاة فيكره النفل فيه تنزيها مع الانعقاد، ولا يرد في المسألة دي وقت صعود الخطيب على المنبر لخطبة الجمعة لذكرهم له في باب الجمعة، كما سيأتي برضو دي من في صلاة الجمعة. يكره انك انت تنشئ صلاة جديدة وانت صليت تحية المسجد وخلاص وقعت، انك تقوم والخطيب هيطلع على المنبر تقوم تصلي تاني، يكره. لكن اللي لسه داخل ده يصلي تحية المسجد، لكن اللي قاعد كل شوية يقوم يصلي ركعتين ويسلم، ويقوم يصلي ركعتين ويسلم، له ان يفعل ذلك. فاذا صعد الخطيب للمنبر ما يعملش بقى، يقعد. فاذا انشأ يبقى وقع في كراهة مع الانعقاد. مع ايه؟ مع الانعقاد. يبقى دي اوقات كراهة اخرى تانية. يبقى في اوقات كراهة لا تنعقد الصلاة اصلا، وفي اوقات كراهة تنعقد الصلاة فيها. لا يصلى فيها لما روى مسلم عن عقبة بن عامر 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس لوقت الاستواء يعني، وحين تضيف للغروب يعني تميل للغروب، وقائم الظهيرة. بيعرفك ايه هو قائم الظهيرة؟ حين يقوم قائم الظهيرة، قال لك وقائم الظهيرة هو البعير يكون باركا فيقوم من شدة حر الارض. يبقى الجمل نايم كده على الارض مبسوط وسعيد، الشمس قاعدة تطلع لحد ما تستوي على السماء، يقوم الارض تحمى تحتيه، بص تلاقي كل الجمال وقفت، يعني الارض حميت. ده يسموه قائم الظهيرة، يعرفوا ان ده وقت الاستواء، فهمت؟ يبقى ده وقت كانوا بيعرفوه العرب لان عندهم جمال، فيسموه حين تقوم قائم الظهيرة. وتضيف بفتح التاء المثنى من فوق، ثم ضاد معجمة، ثم ياء مشددة تحتية، وفاء في آخره لا قاف، ما تقولش تضيق، تقول تضيف. وأصله تتضيف أي تميل، فحذفت إحدى التاءين تخفيفا. والنهي عن الدفن في هذه الأوقات للتنزيه. ومحل النهي امتى يبقى النهي عن الدفن في الاوقات دي للتنزيه؟ لو فضل قاعدين احنا مستنيين الاوقات دي ندفن فيه، لو قاعدين مستنيين الاوقات دي ندفن فيه يعني نتحينها. ومحل النهي ان ترقبنا هذه الاوقات للدفن فيها، وقد جاء في الحديث ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فاذا ارتفعت فارقها، فاذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. رواه الشافعي بسنده. والمراد بقرن الشيطان رأسه، فإنه يدنيه من الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجد لها كالساجد له. في ناس بتعبد الشمس لحد دلوقتي. أنا كنت في الأقصر في المؤتمر اللي فات ده من يمكن شهر ولا في أجازة نص سنة، والجماعة اللي بيقابلوا السياح قالوا لي كده، قالوا لي ده في سياح بيجوا من أمريكا مخصوص بيعبدوا الشمس وينزلوا هنا ويسجدوا في الأوقات دي. يعني ما زال إلى الآن الحاجات دي مش تاريخي يا جماعة، ده لحد دلوقتي موجود، وبيقابلوهم ويشوفوهم يسجدوا يتحينوا وقت الشروق، وتلاقيهم قاعدين يسجدوا ويتعبدوا ويقولوا ترانيم، ومترجمين حتى كتب الفراعنة ويعبدوا الشمس. الأمون دي عباد الشمس بتوع زمان، احنا نقول امين وهم يقولوا امون، واخد بالك؟ مصيبه لحد دلوقتي، ما تفتكرش ان دي تواريخ، الى الان موجوده. يقول لك اعداد ضخمه بتيجي من امريكا وبتيجي من بلاد كثيره ولها يعني ناس، ومترجمين كتب الفراعنه للغه الانجليزيه يقولوا اوراد، زي ما انت تقعد تقول اوراد تسبح كده وتصلي على النبي وتقرا قران في الاوقات دي، هو برضه يقعد يقول الاوراد دي الترانيم بتاعته، ترانيم فرعونيه مترجمه انجليزيه.
الى ذيك. ها شفت بقى الهفة، فما تفتكرش ان ده تواريخ، ده دي ما زال الى الان، فربنا ينجينا. انا نفسي فوجئت يعني، ما تصورش، افتكرت كنت فاكر برضو الحاجات دي تواريخ، الناس قالوا لي غير كده. والمراد بقرن الشيطان رأسه فإنه يدنيه من الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجد لها كالساجد له. وقيل المراد به قومه وهم عباد الشمس الذين يسجدون لها في هذه الأوقات، والمذكور في الحديثين ثلاثة أوقات فقط، فللوقتين الآخرين اللي هو لحظة الغروب ولحظة الشروق بقى دليل آخر، وهو النهي عنه في خبر الصحيحين. إلا صلاة، خد بالك بقى ان يبقى الاوقات المنهي عنها الصلاة في صلوات تستثنى، ممكن تصليها في وقت النهي، خد بالك. الا بقى ايه الصلوات، ايه هي المستثناة؟ وده مذهب الشافعية بقى، يمتاز مذهب الشافعية عن بقية المذاهب في الحتة في الاستثناء ده، بقية المذاهب لا تستثنى. يعني المالكية والاحناف عندهم ما يستثنوش، دي وقت كراهة، وقت كراهة لا تصلي تحية مسجد ولا تصلي حتى تطوع، حتى لو جاء يعني الاحناف مثلا عندهم لو صحيت وقت طلوع الشمس وانت ما صليتش الصبح يقول لك اقعد استنى ثلث ساعه وبعدين صلي الصبح. ده انا ما صليتش الصبح يا احناف، يقول لك اقعد ده وقت نهي، ما تنفعش تصلي في الوقت ده. كويس، يبقى حتى الفريضه، حتى الفريضه، حتى لمن لم يؤديها، حتى لمن لم يؤديها، شوف الى هذه الدرجه. لا تصلي صلاه جنازه كمان في الاوقات دي على المذاهب دي، لكن الشافعية عندهم تفصيل في المسألة، فخدوا صلوات قال لك دي تبقى مكروهة، وصلوات تبقى مستثناة بأدلة عندهم من الشرع الشريف أيضا، فتاخد بالك منها. إلا صلاة بالرفع على أنه نائب فاعل، مش بيقول لك لا يصلى إلا صلاة، لا يصلى صلاة يعني، يبقى إلا صلاة دي إيه؟ مرفوعة على النائب الفاعل، لأن يصلى ده مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعل. بالرفع لأنه نائب فاعل يصل، المبني للمفعول. وقوله لها سبب أي غير متأخر، فيصدق بالمتقدم والمقارن، كما أشار إليه الشارح بقوله إما متقدم أو مقارن، يعني لما يبقى ليها سبب متقدم على الوقت أو على الصلاة. فهمت إزاي؟ تفصيل في المذهب برضه، تفصيل جوه التفصيل. لما يقول لك سبب متقدم، يعني متقدم على الوقت ولا متقدم على الصلاة ذاتها؟ فهمت؟ تفصيل في التفصيل. بقوله إما متقدم أو مقارن، مقارن للوقت ولا مقارن للصلاة؟ تفصيل في التفصيل، واضح؟ بخلاف ما لا سبب لها أصلا كالنفل المطلق، يبقى هو ده اللي وقع في الكراهة التي لا سبب لها، اللي هو مطلق صلاة تطوع كده بلا سبب. ومنه من الحاجات اللي هي النفل المطلق اللي هي مكروه تصليها ولا تنعقد كالتسابيح، ومنه التسابيح، صلاة التسابيح ما تجيش بقى في وقت الكراهة ده، حتى ولو شافعي وتقول لي هصلي صلاة التسابيح، اقول لك لا استنى. او لها سبب متأخر برضو ما تصليهاش، متأخر عنها، كركعتي الإحرام، انت بتصلي ركعتي سنة الإحرام ليه؟ عشان تحرم بعدها، يبقى سببها جاي متأخر عليه، مش كده برضو؟ صلاة الاستخارة بتصليها علشان تدعي دعاء الاستخارة بعدها، يبقى سببها متأخر عليه، برضه ما تصليش دول في وقت الكراهة. واضح؟ طب هتحرم أنت في وقت الكراهة، احرم بغير سنة الإحرام، بغير ركعتي سنة الإحرام، خلاص تحرم، لأن سنة الإحرام دي سنة من سنن الإحرام وليست من أركانه، فلك أن تحرم بغير أن تصليها، واضح؟ ومنه التسبيح، أو ده اللي هي ايه النفل مطلق، ومنه التسبيح. او لها سبب متأخر كركعتي الإحرام والاستخارة، فإن سببهما الإحرام والاستخارة وهما متأخران عنهما. وهل المراد بالمتقدم وقسيميه اللي هي المتقدم والمقارن وايه وما لها سبب متأخر، وهما المقارن والمتأخر، القسيمين اللي هو المقارن والمتأخر، ما كان كذلك بالنسبة إلى الصلاة كما في المجموع أو إلى الأوقات، يعني متأخر ومتقدم على الأوقات ولا على الصلاة؟ فهم؟ كما في أصل الروضة رأيان، أظهرهما الأول أنه متعلق بالصلاة، يبقى متقدم على الصلاة مش على الوقت، واضح؟
أظهرهما الأول كما قاله الإثناوي. الإثناوي من أئمة الشافعية، منسوب لبلده إثنى، كما قاله الإثناوي، وعليه جرى ابن الرفعة، ومحل صحة الصلاة ذات السبب المتقدم أو المقارن إذا لم يتحر بها وقت الكراهة. يبقى لو طالما ما بيتحرش بها وقت الكراهة نقول له الصلوات دي صحيحة طالما ليها سبب متقدم، لكن افرض هو بيتحرى وقت الكراهة ويصلي الصلاة اللي ليها سبب متقدم عليها، نقول له لا كده بقى انت هتقع في الإثم. لكن اما تيجي عفوية خلاص، بأن يقصد إيقاعها فيه من حيث أنه وقت كراهة. لو قصد كده وتحراها عشان يصليها وقت الكراهة، هو الأصل الشافعي بيقول لك ما لها سبب متقدم عليه ومتأخر، نقول له لا ما انت بتتحرى ما ينفعش ده الكلام ده اما تيجي عفوي، فهمت؟ وإلا لم تصح ما لم يقلع عن التحري. للأخبار الصحيحة لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وليس من التحري ما لو كان عليه فوائد وصلى فرضا عقب فرض. يعني عليه فوائد، هو بيصلي فرض عقب كل فرض، متعود كده عشان عليه فوائد شهر ما صلهوش مثلا، كان مريض كان اي حاجة، فقال انا هقعد الشهر ده اصلي مع كل فرض فرض زيه عشان اقضي الشهر اللي فات ده، فيبقى في الحالة دي هيصلي الصبح ويقوم بعد صلاة الصبح يصلي فرض من اللي عليه، ما ده وقت كراهة، يبقى ما يخلش، مع انه بيتحرى هو كل يوم لانه انا بيأتي فرائض عليه فايدة، فهمت؟ حتى مع التحري، حتى مع التحري، لان هنا ما لهوش سبيل الا انه يعمل كده، هيعمل ايه؟ فهمت؟ وكذلك العصر، يصلي فرض العصر وبعديه يصلي فرض من اللي فات، برضه ما يجراش حاجة طالما فوائد. وكذلك ليس من التحري تأخير صلاة الجنازة بعد صلاة العصر رجاء كثرة المصلين. يعني لو أنا أخرت صلاة الجنازة، صلاة الجنازة مش ليها سبب سابق عليها؟ إن الميت يموت الأول، ولا بصلي عليها قبل ما يموت؟ مش كده برضه؟ يبقى أنا بصلي الجنازة بسبب إنه مات، والموت لازم يسبقها، لها سبب سابق. كويس؟ لو أنا بأخرها لوقت الكراهة لغير سبب، يبقى كأني بتحرى، يبقى هنا يأثم. لكن في سبب ان انا الناس تيجي من شغلها وقرايبه يكونوا جايين من السفر عشان يجتمع عليه عدد كبير يصلوا عليه، يبقى في هنا سبب اخر، يبقى ساعتها ما يجراش حاجه، استنى شويه. او ان وقت الدفن عند الظهيره والشمس حاميه قوي، الناس مش هتقدر تمشي في الحر الشديد، اجي لهم ضربه شمس، وما انا اخرها شويه علشان الناس ما تجيلهاش ضربه شمس، يبقى في اسباب اخرى تدخل في الموضوع تقوم تزيل الكراهه او تزيل سبب التحري. وليس من التحري تأخير صلاة الجنازة بعد صلاة العصر رجاء كثرة المصلين، وإن كان الأولى تقدمها على صلاة العصر، وكذا على صلاة الجمعة برضو الأولى تقدمها على صلاة الجمعة. فما يقع الآن من تأخيرها عن صلاة الجمعة خلاف الأولى وليس من التحري أيضا، يعني معناها تقع صحيح. الناس تملي بتتعود تقول لك إيه نصلي عليه الجنازة بعد صلاة الجمعة، علشان اولا الناس تبقى مجتمعة كتير، ثانيا ما نبقاش مشغولين بالدفن وصلاة الجمعة شغال، فهمت؟ فيقول لك كده. لكن هما ممكن يصلوا الساعة 10 الصبح عليه الجنازة ويروحوا يدفنوا ويخلصوا الدفن يرجعوا يلاقوا لسه صلاة الجمعة ما ابتدتش كمان، ممكن وده الاولى. لكن لما يكون سببها رجاء كثرة المصلين يبقى هنا لمصلحة الايه المتوفى، يبقى في الحالة دي تبقى تزول. لا هو الكراهه ان هي هيبقى وقت الاستواء حاطينه ومستنيين يجي عليه وقت كراهه، هيجي عليه وقت كراهه يعني اللي هو وقت ايه زوال، ادي الحكايه. ما لو اخر العصر بيقول لك خلاف، وليس من التحري ايضا ما لو اخر العصر او سنتها ليوقعها وقت الاصفرار لانها صاحبه الوقت. طب وليس من الكراهه برضه ان انا اخر العصر شويه بعد وقتها وصليها مع اصفرار الشمس، لان ده ما زال في وقتها برضه، ما زال في وقتها. يبقى الا صلاه لها سبب، اما متقدم اي على الصلاه او على وقت الكراهه، زي ما قلت لك هل التقدم هنا متعلق بالوقت ولا متعلق بالصلاه؟ اما على الصلاه او على وقت الكراهه على الخلاف في ذلك. الثناوي قال لك على الصلاه نفسها ده الاولى كالفائته، مثال لما له سبب متقدم فإن سببها الوقت الماضي سواء كانت الفائتة فرضا أو نفلا،
يعني حتى لو عليك نوافل ضاعت عليك وعايز تقضيها، لك تقضيها في وقت الكراهة، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين هما اللتان بعد الظهر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر سنة الظهر بعده، يبقى قضى النوافل في وقت كراهة، في وقت كراهة. ومثل الفائتة صلاة الجنازة والمنذورة والمعادة وسنة الوضوء والتحية اللي هي تحية المسجد، ما لم يدخل المسجد في وقت الكراهة بنيتها فقط. فهمت ازاي؟ يعني ما يدخلش المسجد في وقت الكراهة بنية اني صلي بس، لا، لكن لو دخل المسجد في وقت الكراهة دي علشان في درس، علشان عايز يقعد يقرأ، ينوي اعتكاف، عايز يقعد يقرأ شوية قرآن، يعني دخل لأي سبب آخر، مش لنية اني صلي وقت الكراهة. فهم؟ يبقى ساعتها يصلي تحية المسجد. ويلحق بذلك أيضا سجدة التلاوة والشكر، يعني لو بيقرأ قرآن وجات له سجدة التلاوة في وقت الكراهة يسجد للتلاوة كويس، وربنا سبحانه وتعالى جاب له نعمة في اللحظة دي وعرف انه نجح او بقى رئيس وزارة او بقى عضو مجلس الشعب او بقى مش عارف اي ايه، اي مصيبة سودة جات له اتصلوا بيه بقى وزير، مصيبة سودة جات له هو يفرح ليه لانه مش واخد باله من المسؤولية، يقوم يسجد للسهو، يسجد لايه؟ للشكر. يسجد بقى للشكر في الحالة دي، واخد بالك؟ الا ان قرأ آية سجدة ليسجد له، او نام مثلا شويه كده وبعدين شاف النبي فقام فرحان قوي، نعمه كبيره، عايز بقى يسجد للشكر، يسجد للشكر وقت الكراهه، مش كده برضه؟ يعني اي نعمه جات له، لكن لو كسب في اليانصيب يبقى ده قمار، دي مش نعمه، دي مصيبه، لان ده يبقى قمارتي بيلعب قمار. او قالوا له ايه؟ اطلب الرقم الفلاني وجاوب الاسئله الاتيه وهندي لك ايه؟ مكافاه أو هدية أو أي مصيبة سودة من المصايب اللي بيعملوها دلوقتي من الفلوس الحرام، دي اسمها قمار. كل ده قمار، هو يفتكر نفسه لما كسب كده يبقى حاجة حلوة، لا، هي مش حاجة حلوة، دي مصيبة سودة، ده قمار، يبقى راجل قمارتي. حتى لو طلع عمره يبقى من حرام، لا لبيك ولا سعديك، مالك من حرام، الحاجات معروفة القصة. ويلحق بذلك سجدة التلاوة والشكر إلا إن قرأ آية سجدة ليسجد له في وقت الكراهة ولو قرأها قبله. إلا إمتى؟ لو بيقرأ آية السجدة وقت الكراهة مخصوص عشان يسجد. ده غلاسة بقى. نقول له لا يا بقى، اقعد بقى ساكت. فهمت؟ إنما ده ورده كده ماشي مع ورده عادي. خلاص يسجد. طالما جاية مع ورده، لكن ما لا يقصد. أو مقارن، أي للصلاة أو للوقت على الخلاف السابق برضه، لكن المقارن للوقت ظاهر كالكسوف الواقع في وقت الكراهة، في وقت كسوف شمس وجاء بعد العصر، نقوم نصلي صلاة الكسوف برغم أن بعد العصر كراهة. ليه؟ لأن ده في سبب مقارن، واضح؟ كالكسوف الواقع في وقت الكراهة. وأما المقارن للصلاة فغير ظاهر، لأنه لابد من تقدمه عليها، ولذلك قيل إن نظر للسبب مع الصلاة فلا تتأتى المقارنة، لكن المراد أنه مقارن باعتبار دوامه، باعتبار دوامه. يعني نقول الكسوف مقارن للصلاة نفسها مش للوقت، باعتبار دوام الصلاة وقت الكسوف، لكن مش باعتبار ابتدائها، باعتبار الابتداء لابد أن يكون سابق له. فهمت الحتة دي؟ هم الحب الفقهاء يعني يبين لك الأسباب الدقيقة عشان يعلمك دقة التفكير، لكن من حيث العمل مش هينبني عليه فرق، من حيث العمل مش هينبني عليه فرق، هو بس بيحاول ينشط ذهنك، يعني بيقول لك فوق شويه، خد بالك ان هنا في فرق دقيق في المعنى عشان يعلمك دقه العباره. لكن المراد انه مقارن باعتبار دوامه، وان كان متقدما باعتبار ابتدائه اللي هو الكسوف نفسه، فصح اعتبار المقارن للصلاه لكن دواما لا ابتداء. فهمت دقه العباره؟ بس قولك صلاة الكسوف، والاستسقاء برضه بتبقى مقارنة للجفاف أو طلب السقيا، يقوموا يصلوها. مثالان لما له سبب مقارن، فإن سبب الأولى تغير الشمس أو القمر، وسبب الثانية الحاجة إلى السقي. قوله فالأول من الخمسة، فالأول من الخمسة إلى آخره، أي إذا أردت بيان الأوقات المذكورة فأقول لك الأول من الخمسة
إلى آخره. فالفاء أما بيقول فالأول يسموها الفاء الفصيحة، يعني الفاء التي تفصح، مش الفاء اللي هي فاء اللي هي حرف عطف تقتضي الترتيب، لا، لأنها فاء الفصيحة يعني تفصح عما إيه، عما أجمله أولا. أما تقول مثلا إيه، أمرنا الله صلى الله عليه وسلم مثلا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم بحقوق، فالأولى، يبقى الفاء دي يسموها فاء الفصيح، لأن احنا قلنا بحقوق إيه هي، يبقى بوضح بأفصح عما أجملته يسموها فاء الفصيحة. فالفاء فاء الفصيحة، وفي بعض النسخ والأول بالواو. الصلاة إلى آخره. هو بيتكلم على أوقات الكراهية، يقوم يقول لي الصلاة برضه مش عاجباه الشيخ البيجوري. أنت بتتكلم على الأوقات تقول لي الصلاة، فالأول الصلاة، أوقات الكراهة فالأول الصلاة. أنت بتتكلم على الأوقات، زي كنا لسه بنتناقش مع أحمد ابني وبيدرس في الحقوق، فبيقول مش عارف كان الدكتور السنوري بيحكوا له أساتذته، يعني بيسألوا طالب بيقولوا له ما هي الحيازة؟ قال الحيازة رجل. قال له الحيازة رجل؟ فقال له يعني ادي له فرصة يتكلم. قال له رجل يضع يده على شيء على سبيل الانتفاع أو التمل، دي سموها حيازة. قال له اه مظبوط المعنى، لكن الخطأ هنا ايه؟ ان الحيازة دي مصدر، فيعرفها برجل ولا يعرفها بوضع اليد؟ يبقى الحيازة وضع يد رجل. ادي دقة العبارة هنا، مش تقول لي الحيازة رجل، تقول لي الحيازة هي وضع يد رجل على ايه، على شيء يعني صالح للتملك او للانتفاع. فهمت ازاي؟ ادي دقة العبارة. عشان كده هو بيقول لك هنا ايه، احمد ابني طبعا بيقول لي اصله ما بيحضرش دروس الفقه دي، فبيقول لي ما هو كلام صح برضه. ما هو اه صح، بس عباره غير دقيقه، لكن لو اتعلم وحضر درس زي ده يعرف. فهمت ازاي؟ ان في ان دي عباره غير دقيقه. اما يسالك عن اوقات الكراهه تقول لي الصلاه بعد طلوع الصبح، مش حلوه، مع ان المعنى صحيح بس مش حلوه، مش دقيق، لان انا بسال عن اوقات تقوم تقول لي فعل، الصلاه فعل مش وقت، مش كده برضو؟ ادي معنى كلام الشيخ البيجوري. يبقى الكتب دي بتعلمك دقه العباره، ازاي تصيغ العباره صياغه ايه يعني واضحه. فيقول لك الصلاه لا يخفى ما في تقدير الشارح لذلك بان المراد بالاول الوقت الاول، فلا يصح الاخبار عنه بالصلاه. فهمتني؟ مش عاجباه بقى. فكان الأولى أن يحذف ذلك ويقول فالأول من الخمسة بعد صلاة الصبح، لأن بعد ده ظرف زمان وإحنا بنتكلم على وقت والوقت زمان، يبقى يقول بعد صلاة الصبح، يبقى حلوة كده. فهمتني بقى؟ فالأول من الخمسة بعد صلاة الصبح. ويمكن الجواب، ممكن بقى نعتذر يعني للشيخ هنا اللي هو قايل الصلاة، ويمكن الجواب بأنه على تقدير مضاف والأصل وقت الصلاة، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وهكذا يقال فيما بعد. يعني برضو إيه، التماس العذر للمسلم حلو، يعني يقول لك ما عجبش حاجة احنا نلتمس للعذر، بس كان الأولى يقول لنا كده، لكن إيه التماس العذر، ودي أخلاق حلوة برضو، أخلاق المسلمين إن حتى لو أخطأ تلتمس العذر. فهمت إزاي؟ آدي المسألة، مش تقعد بقى يتعيد إيد وتزيد فيه وتفضحه بالراحة يعني. التي لا سبب لها، أي غير متأخر، بأن لم يكن لها سبب أصلا. هي حقها بأن متقدم. أنت عندك إيه، متأخر ولا متقدم؟ أي التي لها، لا سبب لها، التي لا سبب لها، أي غير متأخر، بأن لم يكن لها سبب أصلا أو لها سبب متأخر. هي حقها بتيالي التي لا سبب لها، أي غير متقدم، لان احنا دي مستثناء، المتقدم اللي ليها سبب متقدم مستثناء، فبيتكلم على المستثنى، مش كده؟ تيالي كده يعني. لكن على اي حال خليها زي ما هي، واكتب فوقيها كده علامه استفهام، واكتب متقدم، يمكن يطلع ان العباره احنا اللي فاهمينها بلفه، لكن انا على حسب فهمي الان ان حقها تبقى التي لا سبب لها، اي غير متقدم بدل كلمه متاخر. لكن ما تشطبش حاجه، اكتب في الهامش بس بأن لم يكن لها سبب أصلا،
بأن لم يكن لها سبب أصلا أو لها سبب متأخر. فهمت بقى؟ يبقى كلمة متأخر ما تتكررش مرتين. واضح الكلام؟ طيب على حسب بقى فهمنا، والله أعلم، ما بنعدلش على مشايخ، لكن ممكن تكون خطأ مطبعي. أيوه. كما علم مما مر، أصل خد بالك اللي راجعوا دي كان علماء برضه زمان، مش عالم هفأ زي بتوع اليومين دول. كان البابي الحلبي ده قاعد جنب الأزهر، علماء الأزهر كانوا لجنة مراجعته، علماء بقى كبار، عمم كبيرة، قاعدين طول النهار يجيب لهم شاي ويجيب لهم سندوتشات ويقول لهم طعمهم، قاعدين طول النهار يراجعوا له كلمة كلمة. عشان كده الطبعات القديمة نادر أما تلاقي فيها أخطاء مطبعية، نادر، لأن راجعها علماء أكابر، مش أي كلام، مش يراجع بالكمبيوتر وتفوت مش عارف إيه، تلاقي حتى الخطأ تلاقيه حتى في عنوان الكتاب من أوله. فعلشان كده صعب إنك أنت تعدل عليهم بسهولة، فخد بالك. قوله إذا فعلت بعد صلاة الصبح، أي أداء مغني عن القضاء. إذا فعلت بعد صلاة الصبح أداء مغني عن القضاء، فلو كانت قضاء أو لم تغني عن القضاء، كأن كان متيمما بمحل يغلو فيه وجود الماء لم تحرم الصلاة حينئذ. يعني إيه؟ يعني أنا قمت الصبح في المقطم هنا مع الفجر، عايز أصلي الفجر، ما لقيتش مية، المية مقطوعة. طيب أنا معايا فلوس ممكن أشتري مية معدنية أتوضأ، المحلات قافلة، محدش فاتح. كويس؟ وأنا مش مجمع مية في البيت، عايز أتوضأ أصلي الصبح. أروح متيمم ومصلي الصبح، بس ده في مكان نادر فقدان الماء فيه. يبقى أنا هتيمم وأصلي الصبح وعلي الإعادة لما يجي المية. في باب التيمم افتكر. لكن لو بتيمم في مكان يغلب فقد الماء فيه ما عليهش الإعادة. فهمتني؟ يبقى أنا هتيمم هنا وأصلي الصبح ليه؟ لإدراك الوقت، فضيلة أول الوقت. طيب وبعدين؟ لو جه الوقت، لو جت المية بعد ما صليت الصبح، قبل ما تطلع الشمس، ودخلت تلبست بوقت الكراهة، يبقى أنا هنا عليا القضاء. يبقى مش كراهة بقى. أو ما توضى بقى وعيد الصلاة يعني. فهمتني بقى؟ أي أداء مغنية عن القضاء، فلو كانت قضاء أو لم تغني عن القضاء، كأن كان متيمما بمحل يغلب فيه وجود الماء لم تحرم الصلاة حينئذ. وعلم من قوله بعد صلاة الصبح أن النهي في هذا الوقت متعلق بالفعل، ومثله يقال في قوله وبعد صلاة العصر، فالنهي فيه أيضا متعلق بالفعل بالصلاة نفسها. وأما باقي الأوقات فالنهي فيه متعلق بالزمان، وتجتمع الكراهتان اللي هي وكراهة الفعل والزمان في من فعل الفرض ودخل عليه كراهة الوقت، كما لو صلى الصبح وطلعت الشمس فتكره له الصلاة حينئذ من جهة الفعل ومن جهة الزمن، كما لو صلى الصبح وطلعت الشمس فتكره له الصلاة حينئذ من جهة الفعل ومن جهة الزمن، مع ايه؟ مع اجزاء الصلاة عندنا، لكن عند الاحناف لا، لو صلى مع طلوع الشمس بطلت صلاته، عليه ان ينتظر حتى الفريضة، حتى فريضة الوقت. كويس؟ وتستمر الكراهة. اشار الشارح بتقدير ذلك إلى أن قول المصنف حتى تطلع الشمس غاية في مقدر قوله حتى تطلع الشمس، أي وترتفع، لأن الكراهة من جهة الفعل تستمر إلى الارتفاع، لكن قبل الطلوع تكون وحدها من جهة الفعل، وبعده بعد الطلوع تكون كراهة من جهة الزمان أيضا، الفعل والزمان. واضح؟ كما علم. والثاني الصلاة فيه ما تقدم، والثاني الصلاة، ثاني وقت يقول لك برضه الصلاة فيه ما تقدم، كان الأول ما يقولش الصلاة، يقول إيه؟ فيه ما تقدم من جهة عدم صحة الإخبار إشكالا وجوابا. كويس؟ عند طلوعها أي ابتدائه، سواء صلى الصبح أولا أو لا، سواء صلى الصبح أو لا، لكن إذا صلى الصبح، إذا صلى الصبح اجتمع الكراهتان الفعل والوقت، وإذا لم يصلي انفردت الكراهة بالوقت، لكن الفعل مطلوب يقوم يصلي. فهمتني القصة دي؟ دي كل دي تفاصيل مذهب الشافعية. يعني أنا قمت وقت طلوع، اتوضيت ولقيت الشمس طالعة، يبقى أنا عندي هنا مطلوب إن أنا أفعل الصلاة، لأن إيه؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فذلك وقتها،
فانا بالنسبه لي ده وقتها، بس جاء وقت طلوع الشمس يبقى بقى الفعل مطلوب، لكن الكراهه متعلقه بالزمن مش بالفعل. واضح؟ طيب. تصلي برضو بس تبقى صلاتك هنا برضو مكروهة، لكنها تقع أداء طالما أدركت من الصبح قبل الايه قبل طلوع الشمس ركعة، وبعد طلوع الشمس ركعة، يبقى الركعة الثانية مكروهة من حيث ايه؟ من حيث الزمن، لا من حيث الأداء، من حيث الفعل. فهمت؟ يبقى الكتب دي بتعلم ايه؟ دقة الفهم، واخد بالك ازاي؟ ودقة العبارة، ودي مهمة. اللي بيتخرجوا من الازهر وما بيقروش الكتب دي بيفضلوا طول عمرهم الامور ملتبسة عندهم، يجي بعد كده اما يحاول يفتي في امور مستجدة ما يعرفش يلاحظ الفروقات، وما يعرفش ازاي يقيسها على حاجة قبل، لانه ما ترباش عنده الملكة الفقهية. لكن كان زمان العلماء عندهم الملكة الفقهية دي من خلال ايه؟ مطالعة مثل هذه الاشياء، لانه كانوا زمان قبل تدوين علم اصول الفقه كانوا بيعتبروا الفقه ملكة، لأنه ملوش قواعد، ده ملكة، ملكة الإنسان بيكتسبها بكثرة الجلوس مع الفقهاء وتناول مناقشاتهم ودراستها، تقوم تتربى في الملكة دي، لحد ما جاء الإمام الشافعي جزاه الله عنا خير، دون ما كان يجول في خواطر العلماء من قبله نقلا عن الصحابة فهما، وصغه في صيغة عبارة قواعد، وجعل علم قواعد الإيه؟ أصول الفقه بعد كده، ودي برضه عبقرية كبيرة للإمام الشافعي. هو لم يضع العلم نفسه يألفه من عند نفسه، بل هو استطاع أن يصيغ ما يجول في ذهن الفقيه من خلال ممارسته للفقه، فيستدل مما يجول في ذهنه إيه بالحكم الشرعي، فقدر أنه هو إيه يصيغ العبارة دي، وعمل علم أصول الفقه. خدت بالك إزاي؟ لكن وضع علم أصول الفقه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي فهم الصحابة إزاي تفكر، لكن ما قال لهمش القواعد، هو فهمهم إزاي يفكروا. قال الإمام الشافعي قال هم ما بيفكروا إيه الآلة اللي بيفكر بيها؟ إزاي؟ بيقيسها على إيه؟ واخد بالك إزاي؟ ابتدى هو الإمام الشافعي من كثرة مرانه وملكته الفقهية إنه يصيغ العبارة. جزاه الله عنا خير. فبيقول هنا إيه؟ فإذا طلعت، وفي نسخة وإذا طلعت، وعلى كل فالأولى إسقاطه لأنه يوجب صعوبة في الكلام، ولهذا قال بعضهم لا يخفى ما في هذه العبارة من الحزازة وعدم الاستقامة، ولو قال وتستمر الكراهة حتى تتكامل وترتفع إلى آخره لكان أولى وأوضح، حتى تتكامل أي في الطلوع، وقول وترتفع أي بعد ذلك وهو من جملة الغاية، وقول قدر رمح وهو 7 أذرع بذراع الآدمي تقريبا، ذراع الآدمي تقريبا يعني حوالي 40 سنتي، شوف ذراعك اهو حوالي 40 سنتي او 44 سنتي، كويس، ده ذراع الآدمي تقريبا، وهو 7 أذرع بذراع الآدمي تقريبا، وقوله في رأي العين، طبعا مش هتروح عند الشمس بقى والأفق وتجيب بتاع وتقيسها، لأن هتلاقي المسافة شاسعة، يعني برؤية عينك بس من حيث الأفق كده تشوفها ارتفعت عن الأفق قد إيه، فهمت إزاي؟ يبقى إيه تقريبا كده 7 أذرع، يعني بتاع تقول 2.5 متر بتاع في الحدود دي، اللي احنا بنقول عليها تلت ساعة، استنى تلت ساعة وخلاص. والثالث الصلاة فيه ما مر إشكالا وجوابا، بيتكلم على الأوقات ليه يقول الصلاة؟ برضو نفس الحكاية. والثالث الصلاة إذا استوت، أي بأن نزلت في وسط السماء، ووقت الاستواء لطيف جدا بحيث لا يشعر به، لكن إذا صادفه الإحرام لم تنعقد الصلاة. قوله حتى تزول، أي وتستمر الكراهة حتى تزول، فهو غاية في مقدر كما في نظيره، عن وسط السماء أي إلى جهة المغرب، ويستثنى من ذلك أي من الوقت الثالث بالنسبة ليوم الجمعة، لأن استثناءه بالنظر لوقت الاستواء فقط، أما غير وقت الاستواء فالكراهة ثابتة فيه ولو في يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة برضو الكراهة موجودة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وعند طلوع، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وقت غروب، كويس، مستمر، لكن وقت الاستواء بس هو لا المستثنى. فهمتني ازاي؟
أما غير وقت الاستواء فالكراهة ثابتة فيه ولو في يوم الجمعة، ومن المذكور من الأوقات الثلاثة بالنسبة لحرم مكة، لأن استثناءه بالنظر للأوقات كلها. فاقتصار المحشي في تفسير اسم الإشارة على المذكور من الأوقات الثلاثة إنما هو بالنسبة لحرم مكة لا بالنسبة ليوم الجمعة، لأنه مستثنى من وقت الاستواء فقط، كما أشار له الشارح بقوله فلا تكره الصلاة فيه وقت الاستواء. قول يوم الجمعة فلا تكره الصلاة فيه وقت الاستواء أي لاستثنائه في خبر أبي داود وغيره، وفيه أن جهنم لا تسجر، تنفع التشكيلين، لا تسجر ولا تسجر يوم الجمعة بضم التاء وفتح السين وتشديد الجيم تسجر، أو بإسكان السين وفتح الجيم المخففة تسجر، ويقال تسعر وتسعر بالعين بدل الجيم بالضبطين المذكورين، ومعنى اشتداد لهبها، ولا فرق بين من حضر الجمعة وغيره، فتصح الصلاة في هذا الوقت يوم الجمعة مطلقا، وقيل يختص بمن حضرها، وصححه جماعة والمعتمد الأول. يعني هل الكراهة وقت الاستواء يوم الجمعة بتزول للي بيحضر صلاة الجمعة، ولا ممكن واحد في البيت يصلي في الوقت ده كمان؟ فهم؟ فالمعتمد انها متعلقة مطلقا بيوم الجمعة، حتى اللي هيصلي في بيته برضه تزول الكراهة، لانها متعلقة بيوم الجمعة نفسه مش بصلاة الجمعة، متعلقة بيوم الجمعة نفسه. وان كان بعض العلماء قال لك لا دي لمن حضر الجمعة بس، فهمتني ازاي؟ وكذا حرم مكة لو أخر هذا عن الأوقات الخمسة لكان أولى وأحسن، لأنه مستثنى من جميعها، لكن الشارح أراد ضمه لما قبله لكون كل منهما مستثنى، وإن كان ذلك مستثنى من وقت الاستواء فقط، وهذا مستثنى من جميع الأوقات. وكذا حرم مكة المسجد وغيره، المسجد يعني المسجد اللي فيه الكعبة، وغيره يعني بقية الحرم، لأن الحرم متسع، منى من الحرم، مزدلفة من الحرم مثلا، فيبقى برضه في الأماكن دي. تعميم في الحرم لأنه أوسع من المسجد بل ومن مكة، لأنه محدد بحدود معلومة كما ذكروه في كتاب الحج اللي هو الحرم. يعني قول فلا تكره الصلاة فيه أي لخبر يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. طب وبتوع الوقت الجماعة الوهابية اللي مسكين الحرم الوقت مش من بني عبد مناف؟ ليه بيمنعوا الناس يصلوا في ساعة من الليل أو ما يصح؟ صح؟ يبقى هقوم يسيبوا الناس بقى صلوا، لأن الرسول قال لهم كده يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ورواه الترمذي وغيره. وخرج بحرم مكة حرم المدينة فهو كغيره، وكذلك بيت المقدس فلا تستثنى الصلاة فيهما. نعم الصلاة في حرم مكة خلاف الأولى في هذه الأوقات المكروهة، خروجا من خلاف الإمام مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهم. يعني الشافعية برضو عندهم أدب مراعاة الخلاف، فبيقول لك خلاف الأولى، لكن لو حبيت تصلي صحيح، لكن خلاف الأولى والخروج من خلاف مستحب. واخد بالك؟ أدي كلام إيه الشيخ. هل نقيس حرم المدينة على حرم مكة كمان ولا لأ؟ في بعض متأخري الشافعية قال لك آه، حتى حرم المدينة يقاس على حرم مكة لإشارة في المكان، فله أن يصلي في وقت الكراهة ما شاء، حتى حرم المدينة، متأخري الشافعية بعضهم قالوا ذلك، وبعضهم قال لك لا المعتمد حرم مكة بس لوجود الطواف فيه، ولأنه متعلق بأن الناس بتعمل عمرة وراحة جاية تطوف وتسعى وتصلي وتعتكف، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعه، والكلام كان متعلق. لكن الرسول قال ايه؟ ان ابراهيم حرم مكة وانا حرمت المدينة، مش كده برضو؟ فاذا جمعت دي ممكن تجد مسوغ لبعض الفقهاء انهم يقيسوا حرم المدينة على حرم مكة في زوال الكراهة في اي وقت شاء، فهمتني المسألة؟ لكن الاولى الخروج من الخلاف، الاولى الخروج من الخلاف. كل ده في الصلاة مطلق النافلة، انما اللي ليها سبب متقدم او ايه او لاحق عليها، طب افرض انت عايز تصلي واخد بالك في الاوقات دي، صلي فرائض مما فاتتك، ما يجريش حاجه عشان تبقى صلاتك صحيحه 100%، صلي فرائض مما فاتتك، صلي سنن مما فاتتك، لك ان تصلي ماشي في هذه الاوقات كلها اي حتى الاتيه كما في شرح الرمل وغيره، سواء صلى سنه الطواف او غيرها، اي خلافا لمن حمل الصلاه في الحديث السابق على سنه الطواف قال الامام وهو بعيد، لان سنه الطواف لها سبب وهو الطواف، فلا وجه لاستثنائها وتخصيصها.
والرابع من بعد صلاة العصر، أي أداء مغني عن القضاء كما مر في الصبح ولو مجموعة. يعني افرض أنا جمعت صلاة العصر مع صلاة الظهر جمع تقديم، يدخل وقت الكراهة وأنا لسه العصر ما بدأش بالنسبة لي، واضح؟ يعني أنا صليت العصر بعد صلاة الظهر في وقت الظهر، لسه العصر ما بدأش، يبقى دخل في حقي وقت الكراهة بعد العصر، فهم؟ لو جمعتها جمع تقديم. أي أداء مغني عن القضاء كما مر في الصبح ولو مجموعة جمع تقديم في وقت الظهر. وتقدم أن النهي هذا متعلق بالفعل، حتى تغرب الشمس متعلق بالإيه؟ بالزمن. أي وتستمر الكراهة حتى تغرب الشمس، فهو غاية في مقدر، نظير ما تقدم ودخل بيدي الغاية وقت الاصفرار، لأن الكراهة المتعلقة بالفعل تستمر إلى الغروب، وإن كانت تجتمع بعد الاصفرار مع الكراهة المتعلقة بالزمان كما تقدم. وبهذا تعلم ما في تأويل المحشي وغيره بقوله أي يقرب غروبها، أي يقرب، أي حتى يقرب غروبها، يعني أي المحشي كده. ويدل لما قلنا قول الشيخ الخطيب الخطيب الشربيني حتى تغرب الشمس بكمالها. والخامس عند الغروب، أي عند قرب الغروب وهو وقت الاصفرار، وإن لم يصلي العصر، فهذا متعلق بالزمان مش بالفعل. يعني أنا ما صليتش العصر لحد الاصفرار، يبقى اسمه وقت كراهة، بس متعلق بالزمن مش بالفعل، أو ما صلي العصر برضه. يعني معناه إيه متعلق بالزمن؟ يعني أنا مكروه إن أنا أخر صلاة العصر الوقت ده، فهمتني؟ بس لو وصلت وبرضه تصليه، واضح؟ فهذا متعلق بالزمان سواء وجد الفعل أو لا، لكن إذا كان إن كان صلى العصر فالكراهة حينئذ من جهتين. لو كان صلى العصر بقى يبقى وقت الاصفرار وقت كراهة فعل وكراهة وقت، وإن لم يكن صلاه فالكراهة من جهة الزمن فقط كما مر. فإذا دنت للغروب، وفي نسخة وإذا دنت للغروب، وعلى كل فالأولى حذفه لأنه يوجد صعوبة في الكلام، وكان الأوضح أن يأتي بأي بدل ما يقول فإذا، يعني يقول أي بدل الفاء يبقى أي التفسيرية، ويحذف الفاء أو الواو على اختلاف النسخ، ويقول أي إذا دنت للغروب، ويكون تفسير تفسيرا لقوله عند الغروب، لأن معناه عند قرب الغروب كما علمت. قوله حتى يتكامل غروبها، أي وتستمر الكراهة حتى يتكامل غروبها، فهو غاية لمقدر كما في نظيره. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله خلصنا أوقات الكراهة، واقفين على فصل وصلاة الجماعة. وصلاة الجماعة إن شاء الله يوم السبت القادم، أحكام صلاة الجماعة هنقعد فيها شوية بقى لأنها طويلة شوية. اللهم علمنا وفقهنا ونورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يسر أمورنا ويسر عيوبنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك وبدالة كلماتك كلما